إخواني، في هذا اليوم ودي أنا أوضح لكم نقطة مهمة تتعلق بالأخلاق والعمل على البعد عن الإشاعة، لأن الإشاعة هدامة ولا تبني الوطن، بالعكس تفرق في الوطن. ويجب أن نكون في وضعنا مستمدين أخلاقنا من الإسلام والأصالة العربية السليمة. فأنا أؤيد هذا الأمر بشكل جيد وشكل واضح وأؤكد عليه، لأن البعد عن هذه الأمور من أهم الأشياء للأخلاق الإنسان العربي الأصيل. وأنا أؤيد في نفس الوقت الأعمال التي يقوم بها موقع أخبار السعودية، وأرجو لهم إن شاء الله التوفيق.